نروح لخبر تاني. النهاردة ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بالفيديو كونفرنس لبحث الاشتراطات البنائية الجديدة والإجراءات الإدارية وأيضا القانونية للتصدي لمخالفات البناء وقرارات التصالح اللي عدت حوالي 2 مليون طلب. ده معناه زيادة حوالي 900,000 تقريبا، ده في أسبوع واحد، ده عن آخر أرقام معلنة من أسبوع. 900,000 طلب في أسبوع واحد. الناس استجابت للدولة وكله راح يتصالح علشان الأمور تتظبط تاني. وأكد رئيس الوزراء أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص ده هيخلي فيه آلية جديدة، وهي رخصة البناء اللي هتكون عقد ملزم بين الدولة وصاحب الرخصة، وهيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منع الترخيص. معايا الأستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص بشؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال مساء الخير. أستاذ كمال، أستاذ كمال مساء الخير. فقدنا الاتصال، نحاول مرة تانية إن احنا نوصل له. لكن ده شيء كويس إنه الناس استجابت وراحت قدمت طلبات تصالح. زي ما قلنا لحضراتكم حوالي 900,000 طلب في أسبوع واحد، وده دليل على وعي الناس انه الناس فهمت انه التصالح ده في مصلحتها، وكان الوضع اصلا في البدايه غلط. رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع في موعد اقصى حوالي 15 يوم من الان، وده لعرض المقترحات والتوصيات الخاصه باللجنه اللي استعانت في عملها بجامعه القاهره والاسكندريه وايضا جامعه عين شمس. معايا استاذ كمال. ايوه ريان على التليفون. مساء الخير يا استاذ كمال. مساء الخير، اهلا وسهلا. يعني احنا عايزين نعرف الرسائل النهارده اللي وجهها السيد رئيس الوزراء في الاجتماع صباحا. نعم، يعني بالفعل النهارده كان فيه الحقيقه اجتماعين، اجتماع لمجلس الوزراء ثم اجتماع بشان الاشتراطات البنائيه الجديده واجراءات التعامل القانوني مع موضوع مخالفات البناء، و خاصة طبعا مع او بعد صدور الاشتراطات البنائية الجديدة. مجلس الوزراء بحث الكثير من الملفات، منها ملف طبعا التصالح، ورئيس الوزراء اشاد بالاقبال الكبير من المواطنين على التصالح، واكد على استمرار التيسيرات اللي تم اقرارها فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل التيسيرات اللازمه للمواطنين، خاصه مع الاقبال الكبير اللي ظهر خلال الايام الاخيره للتصالح في مخالفات البناء. واكد رئيس الوزراء ايضا ان الدوله حريصه على اغلاق هذا الملف وتقنين الوضع القانوني بالنسبه للمخالفات البناء الحاليه. الطلبات التصالح اللي هتقدم هيتم تقنين الوضع واغلاق هذا الملف الذي استمر 10 سنوات. بعدها طبعا جاء هذا الاجتماع المهم ايضا فيما يتعلق بمراجعة الإعداد الاشتراطات البنائية الجديدة اللي هيتم إن شاء الله إعدادها قريبا. أهم الاشتراطات يا فندم إيه هتكون؟ نعم هو طبعا نعم، هي الاشتراطات حاليا في طور الإعداد، في لجنة مكلفة بدراستها، وطبعا فيها أعضاء مسؤولين حكوميين وأعضاء من الجامعات، والاشتراطات هتهدف لضمان الشفافية والحوكمة الكاملة للمنظومة. هيكون في شروط محددة وواضحة في كل منطقة من المناطق، في أماكن هيسمح فيها بالبناء وأماكن مش هيتم السماح في البناء فيها لأغراض السكنية طبعا، اللي طبعا لأنها أصبحت لكن شايف إنه هذه الاشتراطات الجديدة هتقضي على البناء المخالف بالفعل؟ نعم تماما، لأن طبعا أولا هتكون فيه شروط واضحة، وزي ما اكد رئيس الوزراء هتكون رخصه البناء بمثابه عقد ملزم بين الدوله وبين صاحب الرخصه، وطبعا هذا العقد لا يتحمل اي مخالفه، وفي اجراءات قانونيه فوريه في حال مخالفه شروط
منح التراخيص. ان شاء الله في اجتماع خلال اسبوعين من الان لعرض المقترحات والتوصيات في صورتها النهائيه، لان الحكومه مهتمه بسرعه اصدار هذه الاشتراطات مع طبعا يعني تقنين المخالفات الحاليه ان شاء الله. دي طبعا الموعد لغايه 30 سبتمبر الفرصه موجوده للتقدم، وبعد كده مش هيتم المد تاني الفتره خلاص. لا هي حتى الاول حتى 30 الان سبتمبر. نعم الحكومه اكدت وكل تاكيداتها ان مفيش مد تاني، وان الفرصه متاحه من الان حتى 30 سبتمبر للي عايز يتقدم يسرع بالتقدم، خصوصا طبعا الحكومه وضعت طبعا تيسيرات ووردييتين وزادت موظفين وزادت ساعات عمل، وان المواطن مش ملزم ان يكون كل الاوراق معاه، ممكن يتقدم نعم. ويستكمل الاوراق خلال شهرين. فكل التيسيرات دي عشان المواطنين يتقدموا قبل 30 سبتمبر. بعد 30 حضرتك. سبتمبر هتطبق هذه الاجراءات بدون يعني الشروطات الجديدة حتى لا تعود المخالفات مرة أخرى. بشكر حضرتك أستاذ كمال على هذه التفاصيل، وزي ما قلنا لحضراتكم أنه النهاردة المؤتمر أكد على ضرورة التصالح، وأنه المدة مش هتبقى أكتر من 30 سبتمبر، حوالي 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، اللي لسه ما قدمش التصالح يلحق سريعا أنه هو يخلص الموضوع. فاصل ونواصل.